وينضم إلينا عبر الهاتف رئيس القسم الخارجي لموقع الهلال اليوم والباحث في الشأن العربي الأستاذ علي الحوفي. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك أستاذ علي. لاحظنا باراك أوباما عند فوزه كرئيس للولايات المتحدة قام بزيارة إلى جمهورية مصر العربية وزار الجامعة وألقى خطاب كأول خطاب هناك أو خطابه الشهير في جامعة مصر. هل من المتوقع يعني من جو بايدن أن يقوم بنفس هذه الزيارة أو سيكون لجو بايدن نفس سياسة أوباما؟ سيكون لجو بايدن سياسة أكثر تطرفاً ناحية دعم إيران وإعادة الاتفاق النووي وكذلك مساندة الثورات في الدول العربية وإعادة الإخوان للمشهد مرة أخرى. نعم. فالديمقراطيين معروفين بسياستهم الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين والحيادية مع إيران. ومن الممكن أن نرى بعد أن توليه الرئاسة إعادة الاتفاقية النووية والتواصل الاتفاق أقوى تشمل الحد من الأنشطة النووية الإيرانية. نعم. والسماح لها بالعديد من التحركات الدولية. نعم. كذلك في الملف العربي في الملف اليمني سنرى جو بايدن سيذهب إلى السعودية لمشاهدة ماذا سيحدث في ملف الأزمة اليمنية. نعم. وستعامل بطريقة الحياد مؤقتا حتى يتملك من الملف ويصبح مساندا أكثر لإيران عكس الكثير من الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب الذي كان يعادي بشكل كبير إيران ويرى أنها تدمر الدول العربية وتساعد على تخريب العديد من المؤسسات العربية وتحاول تدمير اليمن. نعم. بمساندة الميليشيات الحوثية. نعم أستاذ علي، لو نلاحظ أن في عهد ترامب إيران توسعت يعني أكثر من عهد أوباما، ما دلائل ذلك؟ يعني بالرغم أنك تقول بأن الديمقراطيين يميلون للحياد مع إيران. أرجو عادة سؤال. أتحدث أن في عهد ترامب إيران توسعت يعني، ورغم أن هناك حصار يعني يوجد لها لديها ميليشيات في العراق وفي لبنان وفي اليمن ومتدخلة في جميع مناطق الوطن العربي يعني، وفي غير عهد أوباما لم تكن بهذه القوة، بالرغم أنك تقول بأن الديمقراطيين يعني يميلون للإيرانيين أو هناك حياد تجاه إيران. لا، الديمقراطيين معروفين تجاه إيران وذلك بتوقيع الاتفاقية النووية كان موقعها كان هو باراك أوباما هو من وقع ذلك. يعني وشاهدنا حتى بايدن في التصريحات المناظرات مع ترامب أكد مساندته لإعادة حوار مرة أخرى مع إيران والموافقة على إعادة الاتفاق النووي أو اتفاق جديد. نعم. يعني هناك المواقف التي الحزب الديمقراطي غير الرئيس وهي التي كانت تعزز بالحرب على اليمن والحرب ضد الحوثيين. يعني لابد أن نفرق بين الحزب والرئيس، فالرئيس دائما الرئيس الديمقراطي هو من شن الحرب على الدول العربية ومساندة الميليشيات ومساندة الإخوان في الثورات الربيع العربي ومساندة الميليشيات الحوثية في بادئ الأمر. نعم أستاذ علي، فيما يخص مصر فيما يخص جمهورية مصر العربية يعني هل يعني هناك تفاؤل بالقيادة الجديدة من قبل المصريين؟ بالفعل خصوصا ان المصريين يعني يعتبروا من اهم الملفات التي تهتم بها امريكا يعني سواء جمهوريين او ديمقراطيين. بالفعل الرئيس فتاح السيسي هن نظيره جو بايدن وامل معه ان يكون هناك تعاون في مجال مكافحه الارهاب ومكافحه الميليشيات والتطرف والمال الذي وتمويل الجماعات الإرهابية وكذلك القضاء على
تلك الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسياسة، وكذلك نعم. مقل الأسلحة لهم. نعم. كان في آخر وكان من حوالي يومين. نعم. كان معنا عبر الهاتف رئيس القسم الخارجي لموقع الهلال اليوم والباحث في الشأن العربي الأستاذ علي الحوفي، شكرا جزيلا لك.